نعم، الجلسة بين الخطبتين ما بها. لا لا، ما في بين الخطبتين. هذا يعني سؤال، إذا كان هذا يعني غير اللي احنا أجبنا عليه. بين الخطبتين لا يوجد أي دعاء خاص بين الخطبتين، وإنما كما يفعل بعض الخطباء استغفر الله فيا فوز المستغفرين استغفر الله، فهذا ليس من الهدي وليس من السنة في شيء، وإنما هي فترة استراحة بين الخطبتين، وممكن الشخص أن يتنقل من مكانه أو يؤدي شيء في هذه الفترة القصيرة. أما أن تخص بدعاء معين أو ذكر أو استغفار، إذا هو حاب يقول لا إله إلا الله أو سبحان الله أو استغفر الله، لكن لا صلة لها لهذا الوقت، وإنما هو من باب اغتنام هذا الوقت بين الخطبتين لا أكثر. نعم.